من بداية البشارة، وكان حديث بشارة الملاك العذراء: تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه مخلص. كلمة يسوع هي الكلمة العبرية اللي ترجمتها العربية مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. نمرة 2، إن الرب لما جه يرسل التلاميذ عمل إيه؟ أعطاهم سلطان وقال لهم روحوا اعملوا إيه؟ وفي الحقيقة ما قالش روحوا وعودوا، مع إن اللي حاصل دلوقتي الحاجة الوحيدة أو الأساسية اللي إحنا بنعملها إن إحنا نوعظ، لكن قال لهم روحوا اشفوا مرضى، طهروا برة، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، روحوا حققوا، وصلوا، انقلوا قوة الخلاص اللي عندي اللي انا بمنحها لكم، انقلوها بطريقة عملية للإنسان التعبان. روحوا فكوا المقيدين، روحوا قوموا الميتين، روحوا سلموا للناس، انقلوا للنفوس حياة حقيقية، قيامة حقيقية. بتألم قوي لما اشوف الانسان اللي بيحضر الكنيسة واللي اسمه مسيحي، بتألم انه ما خدش حاجة من المسيح، ما خدش حاجة فعلية، ما خدش حاجة حقيقية. وطول ما انت ما خدتش حاجة حقيقية من المسيح، فانت لغاية دلوقتي لم تتذوق الرب. كده الدراوي النبي يقول ايه؟ ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ان المسيح جاء ليقدم حياة حقيقية، خلاص حقيقي، شفاء حقيقي. التطبيق هيبتدي من نقطة ان تكتشف احتياجك اللي انت مغلوب تحتيه. مسيح مخلص، يخلص من ايه؟ من اللي تعبك، من اللي وجعك، من اللي مقيدك. النقطة اللي انت مهزوم عندها، انا بقول مهزوم عندها مش شرط انه بتكلم عن خطيه، ممكن تكون خطيه، ممكن تكون خطيه، ممكن تكون مهزوم قدام المرض، يعني مش عارف تخف، يبقى المرض هزمك. يسوع المسيح جاء لكي يخلص من سلطان المرض. يمكن حاجة اللي انت مهزوم عندها ضعف ذهني، مفيش خطية ومفيش مرض، لكن ذهنك ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ ما بتعرفش تركز، بتشتت بسرعة. طب ركز، انا مش عارف اركز، بقيت مهزوم قدام التركيز، مش عارف تركز. انا بضرب امثلة، اقول مثال رابع، مهزوم نفسيا. يعني كل واحد فينا يا جماعة مر في حياته، في صغره، في شبابه، حتى وهو كبير، بموقف او مواقف داست عليه وما قدرش يتغلب عليها. اما داست عليه المواقف عملت جوه نفسه ايه؟ جرح. الجرح ده بيسموه ايه في علم النفس؟ عقدة. عقدة يعني ايه؟ انهزام، يعني نفسه انهزمت في المواجهة. مفيش حد ما عندوش عقد، بس باشكال مختلفة، حدد بطريقة صادقة اوي انت مهزوم من ايه؟ انت موجوع من ايه؟ الفكرة انه الارادة بتقودنا للتجلد. تجلد يعني ايه؟ يعني ما انهزمش، ما اعلنش انهزام، مش عايز احس ان ضعيف، لا انا قوي. بس الحقيقة النفس ملاش دعوة باللي بتعمله الارادة، يعني ممكن ابقى في الموقف نفسه تجلدت وتصرفت كما يليق بالرجال وما انهزمتش وما بكتش وما انهارتش وإرادتي كانت قوية، ولكن رغم إن ده اللي حصل وكل الناس شافته كده، نفسي من جوه حصل لها إيه؟ انكسر. يمكن تكون النفس مهزومة من جوه، وده اللي بيقول لك إيه بقى؟ يقول لك جوايا حاجة بتبكي. هنا بقى المخلص يا جماعة، حدد أنت مهزوم. حاجة تانية اللي عايزها منك الليلة دي، أنك تجيب موضوع انهزامك ده بإيمان، تبدأ يعني عندك ثقة إن المسيح هيعمل حاجة حقيقية معاك. اسم يسوع هو للخلاص، تفيض منه الليل.
تخلق وتجدد، تفيض من ابن الله القدوس، تأتي على أجسادنا، تأتي على أرواحنا، تأتي على أذهاننا، تنحل رباطات الشياطين، تنحل قيود المقيدين. فك وحرر يا روح الله باسم يسوع. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.